مرحبا بحضراتكم في اخر فقره. وزي ما احنا عارفين النهارده عندنا مباراه الاهلي وغزل المحله بالدوري، كان عندنا منافسات بكره وبعده زي ما بيتقال كده ناريه في دوري الابطال، بجانب كمان طبعا قوه الدوريات الاوروبيه ومصير صلاح مع ليفربول وحاجات كتيره جدا جدا. خلينا بس نرحب في الاول بالاستاذ ايمن جلبرتو مدير تحرير يلا كوره ونتكلم باستفاضه بقى. صباح الفل. صباح الفل عليكم، اهلا بيك، منور الدنيا، اهلا بيك. نبتدي بقى بأني ملف من الملفات اللي نهواد ابتدت تعدلها، اهلي ولا منتخب ولا دوري ابطال ولا الدوريات الاوروبيه المختلفه ولا محمد صلاح بصفه خاصه؟ نبتدي بالاهلي. الاهلي رقم واحد. يلا، كيف رايت بدايه هذا الموسم واداء لعيبه النادي الاهلي واداء بيتسو موسيماني كمان؟ طبعا لا، البدايه مثاليه حتى الان، 4 انتصارات متتاليه، حصيله اهداف جيده، منهم مباريات بتبقى صعبه اصلا على النادي الاهلي عموما عبر تاريخه، لان المنافسين بيبقوا بيلعبوا بشكل دفاعي كبير جدا، زي مثلا مباراه المقاولين وزي مباراه البنك الاهلي. كانت طبعا مشكله للاهلي الموسم الماضي مع البنك الاهلي مباراتين، فالاهلي قدر الموسم ده ان هو يكسر الحته دي. طريقه لعب جديده بنشوف بيها الاهلي برده مع بيتسو موسيماني، قدر ان هو يعني يغير بيها شكل الفريق، وكمان بتدي تنوع ان هو بيبتدي مثلا ب 3-4-3، بعد كده ممكن وقت المباراه تتغير ل 4-2-3-1، بعد كده يرجع تاني 3-4-3. يعني في تشكيله لطيفه من اللعيبه وكمان طرق لعب جيده. اكيد لازم مع كل مباراه بيبقى في اخطاء بتتصلح، وده وارد، لان في الكره زي ما احنا شايفين وبنتكلم هنا دايما عن حتى الكره الاوروبيه، مفيش مثاليه، مفيش نادي بيعمل كل حاجه صح بنسبه 100%، ولكن الانتصارات دايما بتخلي تصحيح الاخطاء بيبقى بشكل جيد. وكان طبعا اهم ميزه في الموسم ان الاهلي بعد اول 3 مباريات، منهم طبعا مباراتين مهمين كان الاسماعيلي والزمالك، قدر ان هو يكسب ال3 مباريات وحصل التوقف الدولي، فكان في هدوء بشكل كبير. طبعا لو لا قدر الله كان في نتيجه ما مش جيده، كان ممكن التوقف الدولي يبقى فيه توتر، خصوصا ان عارفين ناس كتير بتحاول دايما هي تتصيد الاخطاء. ولكن اجمالا حتى بعد الاهلي لما رجع من فتره التوقف، ورغم الاجهاد اللي كان على لعبته، مباراه المقاولين كان في اداء جيد جدا، كان في طرق لعب جيده. كانت المشكله ان يعني الجانب الهجومي ما كانش بيستثمر الفرص بشكل الامثل، يعني محمد شريف لو كان قدر في فرصتين اللي جول الشوط الاول خلص على طول كان يفتح الامور، ولكن ده وارد، وان شاء الله المباريات اللي جايه الاهلي يقدر يتدارك الامور دي. يعني ما هي دي النقطه اللي البعض كان مش بيبرر للشريف، بس بيتكلم ان ما هو ده لاعب ولاعب برضو يعني مع المنتخب وفي اجهاد ولازم نحطه في الاعتبار ده. يعني دي كانت التخوفات الموجوده عند البعض، واللي كانت برضو ادت لسؤال موسيماني، طب انت ليه ما بتغيرش، ما بتلعبش لعيبه غير اساسيه عشان تريح؟ يعني حاجه زي كده او المشهد ده شفناه مع الشريف ما كانش هيبقى موجود اصلا لو كان اللاعب في كامل قوته زي ما بيتقال. هل انت مع ام ضد؟ ده وارد مش وارد يعني برضو؟ طبعا وارد، لان احنا بنتكلم يعني المنتخب لعب مباراتين، منهم مباراه كانت يوم الثلاث، بعد كده اللعيبه بترجع النادي الاربع والخميس معسكر عشان مباراه يوم الجمعه، فطبعا ده وقت قليل جدا. خصوصا ان كمان لو بنتكلم يعني واحد زي يورجن كلوب هو نفسه اشتكى، قال لك انا بكره فترات التوقف الدولي، لان اللعيبه تلعب ماتشات مضغوطه وبترجع مصابه وبترجع مرهقه وبترجع في وقت ما بنلحقش. اذا امر طبيعي، يعني محدش يقدر يتكلم ان لا او يطلب من موسيماني ان هو يريح اللعيبه الاساسيه او اللي هي تبع المنتخب ويلعب ناس. يعني الموضوع مش فرض، او زي ما بتقال مفيش صح وغلط في ده. يعني لا طبعا، هو الفكره كلها ازاي اداره المجموعه، لان برضو الروتيشن ليه اسلوب، ما هو الروتيشن الكتير او التغيير الكتير ممكن صحيح. يبقى ليه اثر صحيح. سلبي على الفريق، خصوصا ان ممكن بعض اللعيبه تكون لسه محتاجه يعني وقت مع وقت عشان خاطر تقدر تخش في المباريات، خصوصا ان برضو الجدول مشكلته ايه، ان الانديه بتلعب مباريات مضغوطه، بعد كده بتقعد فتره طويله سواء توقف دولي او بعد كده في كاس العرب، بعد كده ترجع تاني تلعب مضغوط صحيح. فالنهارده في ناس بتبقى غايبه، فعشان تدخليها في المباريات الامر ده ما بيبقى ليه حساباته. يعني اهم حاجه ان احنا دلوقتي بنتكلم عن ماتش النهارده، احنا عندنا قائمه الاهلي بلا اصابات الحمد لله، يعني كامله، وفي نفس الوقت احنا يعني لو هنتكلم على الترتيب 12 نقطه المحله 8، احنا الاول هم الرابع، ولكن ما زال الموضوع يعني في برضو قلق. المره اللي فاتت احنا خسرنا يعني على يعني حضرتك اكيد فاكر في العوده، فيعني اكيد ده مش عايز يتكرر، اكيد غزل المحله عنده برضو
فكر عايز يضغط بيه على الاهلي. فسير المباراه برضو كابتن ايمن بتشوف هيبقى لصالح مين حتى في الدقائق الاولى؟ هي مشكلة دايما المباريات المحلة هي الملعب، لأن الملعب صعب شوية معروف تاريخيا، يعني حتى دي مش حاجة جديدة طبعا. الأهلي حتى يعني الواحد وهو صغير لما كان يتفرج ماتشات المحلة ساعات كانت بتخلص بأهداف غريبة، اللي هو يعني واحد بياخد الكرة ويجري يرفع أوفر فلافيو يطلع يلعبها بدماغه، كرة بتبقى رايحة في حتة. كابتن سيد عبد الحفيظ مرة عمل جون برضو كده من الأجوان الجميلة. فهي ماتشات دايما المحلة في الملعب ده بيبقى صعب نتكلم في فكرة ان اللعيبة المهارية والتحركات والباسنج والحاجات دي بيبقى ليها اسلوب ممكن يكون اقرب للطرق اللي ممكن تلعب بيها بعض الفرق الافريقية في ملعبها. يعني مثلا الاهلي العام الماضي او الموسم الماضي في دوري ابطال افريقيا كان ماتش فيتا كلوب، كان بيلعب في ملعب صعب جدا، قدر يتعامل مع هذا الموقف. فهل الظروف تقدر تخدم الاهلي النهاردة ان هو مثلا يتعامل مع ملعب المحلة بهذا الشكل ام لا؟ اعتقد موسيماني من المفترض طبعا هو كان ليه تجربه الموسم اللي عبر التاريخ. المشكله دي ما زالت قائمه، يعني هي بتبقى ساعات يعني امكانيات مش محتاج عبقريه قوي. المشكله في ارضيه ملعب كل الفرق بتشتكي منها وبتشكل ظاهره تاريخيه على حد تعبيرك. طب ما نشوف حل، ما نتدارك هذا الامر. يعني في الاخر ما بنقدرش تجبر صاحب الملعب او صاحب الاستاد ان هو في معايير معينه لازم الملعب يكون طبعا يعني، لكن حتى لسلامه اللاعبين ما هي المفروض. بس هيجي يقول لك ممكن امكانيات ان عشان تغير النجيله بالكامل او تغير سيستم الاستاد بالكامل ده بيحتاج مصاريف كتيره، ممكن تكون النادي او الشركه ما تقدرش عليها فبيتعاملوا بهذا الشكل، او بالنسبه لهم هم الملعب معتادين عليه. في يعني في ملاعب كتيره بتبقى بالنسبه للانديه بتاعتها هي فرصه ان هم يقدروا يكسبوا عليها فبيستغلوها، يعني عاملين كبير للفرق المنافسه حاجه زي كده. يعني الملعب عموما يعني طول عمرنا الناس لما بتروح المحله بتشتكي من ارض الملعب، يعني مش من حاجه بالعكس ادعى ان الموضوع يتحل. طيب على كل حال تعال نروح لنقطه ثانيه برضو من ضمن الامور الملفته للنظر. طبعا احنا متفقين وقلنا حتى ده بشكل ما في بدايه الحوار ان مفيش فريق بيفضل مكمل على نفس المستوى، مفيش فريق مبقاش عنده غلطات ما الى اخره. طيب دلوقتي من الامور الملفته جدا للانتباه او للنظر ان انت تلعب مباراه قويه جدا مع فريق قوي ومنافس عنيد وعتيد زي الاسماعيلي وتفوز بسكور، وتيجي الماتش اللي بعد منه البنك الاهلي تجيب جول يتيم شويه، وتلاعب فريق زي الزمالك وتفوز عليه بسكور، وتيجي المباراه اللي بعد منها المقاولين العرب تجيب هدف. التذبذب ده منطقي؟ هل دي ظاهرة صحية؟ ده عادي وارد ولا شيء يستحق التوقف عنده وتأمله؟ لا هو وارد طبعا، بس بسيناريو الماتشات اللي احنا بنشوفه من المفترض ان نتائج الماتشات دي كانت تبقى اكبر من كده. يعني مباراة المقاولين العرب الاهلي كان عنده اكتر من فرصة الشوط الاول ان هو يحرز اهداف، منهم كرة جت في القائم، في كرة الحارس تصدى ليها، وفي فرصتين كان لمحمد شريف، يعني كان التعامل مع الكره ما كانش بالشكل الامثل. فهنا بنتكلم في اربع فرص محققه للتهديف، لو سجلت منهم هدفين فانت فتحت الامور، لان الفرق اللي زي المقاولين وزي البنك الاهلي وحتى المحله، بس يمكن المحله على ملعبه شويه بيحاول ما يبقاش دفاعي اللي هو الدفاع القاتل، لا بيقدروا يهاجموا وبيبادروا لان هم بيبقوا حافظين الملعب بتاعهم طريقته. فالمباريات اللي زي دي الفرق بتتكتل قدامك بشكل كبير، بيحاولوا يلعبوا دايما على حاجات مرتدة، فانت عشان تفك التكتل ده بتحتاج ان انت تستغل فرصه واحده مبكره طبعا. عشان الفرق اللي قدامك تبتدي تفتح. لو راجع البنك الاهلي والمقاولين لو بنتكلم على الموسم ده هتلاقي ان هم بيضيعوا وقت بشكل عادي جدا طول ما النتيجه 0-0. بمجرد ما الاهلي بيسجل شفت المقاولين العرب كان في مثلا كابتن علاء عبد الغني بينفعل في الكوره ان ازاي الاوت ما بيتلعبش بسرعه، مع ان مثلا هم كانوا بيلعبوا باريحيه جدا ضربات المرمى ورميات التماس والفاولات وكل ده طول ما النتيجه 0-0. فانت لما بتسجل في الفرق اللي بتلعب دايما قدامك بتكتلات دفاعيه قويه بتسجل بدري من فرصه هم نفسهم بيبتدوا يتحرروا هجوميا، فبالتالي المباراه تبقى اسهل. لكن الزمالك والاسماعيلي هم فرق في الاساس مش بيعتمدوا على هذه التكتلات وبيلعبوا جيم مفتوح طبعا. فالامور بتبقى يعني مين اللي هيستفيد الاول من الاخطاء يعني.
كويس جدا. احنا علشان الوقت هنحاول نروح لحاجات تانية، نروح للدوري احسن الانجليزي وبعد كده نرجع تاني للمنتخب، يعني احنا مع بعض مش هندوخ يعني. طيب خلينا نروح دلوقتي والدوري الانجليزي ومانشستر يونايتد تحديدا والاحداث الاخيره اللي هي يعني مثيره للجدل، وصل ورحيل سولشاير، طب مين هيجي بعد كده، الاسم المطروح زيدان، طب هل زيدان اصلا هيوافق ولا لا، احنا عارفين ان زيدان عايز اصلا يدرب المنتخب الفرنسي، طب هل زيدان في الفتره العصيبه لمانشستر يونايتد اصلا بيمر بيها ممكن ياخدها كتحدي ليه وحاجه تكون ادفانتج زي ما بيتقال، ولا الوضع ازاي؟ يعني هو مانشستر طبعا قرار اتاخر، البعض بيقول ان هو اتاخر في الموسم ده مرتين، مره بقى بعد ماتش ليفربول ومره بعد ماتش مانشستر سيتي، والبعض التاني بيتكلم ده متاخر سنه على الاقل، ان هو كان على الاقل من بدايه الموسم اللي فات كان لازم فيه مدرب جديد. للاسف هنا بنتكلم عن طريقه الاداره، اداره مانشستر يونايتد ادارت هذا الملف بشكل سيء على مدار سنين في التعامل مع المدربين، في بنتكلم في اربع اقالات، يعني سولشاير ده الاقاله رقم أربعة من بعد فيركسون، وكلهم بيدفعوا ملايين الدولارات كشروط جزائيه للمدربين، ومانشستر يونايتد بقاله بنتكلم من بعد نهايه فيركسون لا بيكسب دوري ابطال ولا بيكسب دوري انجليزي. فالنهارده لا، سولشاير ده قرار من المفترض ان هو سليم ولكن متاخر. طب البدلة، اعتقد البدلة كلها المشكلة ان ده منتصف موسم، الوحيد المتاح كاسم زي ما حضرتك قلت كده هو زيدان. ليه؟ لان الراجل ما بيشتغلش ومريح، فهو الوحيد الاسم لو اسم لو هيجيب مدرب كبير في وسط الموسم هو ما فيش غير زين الدين زيدان. اي حد اسم تاني لازم يستنى. بس هي النقطة مش هنا كابتن أيمن برضه، يعني احنا زي ما حضرتك بتقول دي الإقالة رقم أربعة، طب هل أنا عندي مشكلة في فكرة اسم المدرب أو إمكانياته، ولا أنا عندي مشكلة في الفريق نفسه؟ يعني أنا لاعب جبت أحسن لاعب في العالم كريستيانو رونالدو ولكن الأداء لم يتغير، ففي حاجة أو في مشكلة مع مانشستر يونايتد، وأنا حميل للتحليل ده، يعني إن المشكلة مش في الإدارة، المشكلة في اللعيبة نفسهم، في حاجة مش مظبوطة، مش في الجهاز الفني فقط، في طريقة إدارة الفريق نفسه. يعني النهاردة من بعد فيركسون هو لما بيتعاقد مع مدربين هو نفسه تايه، انت عايز مدرب يعمل ايه؟ لان برضو فيركسون لما نتكلم واحد قاعد مدرب 27 سنه مع نادي، ده رقم يعني. احنا هنا جوزيه لما قعد مع الاهلي اربع سنين طبعا. الناس كانت بتتكلم ما بعد جوزيه، هو رغم انه قعد اربع سنين لكن ده راجل قعد 27، يعتبر شيخ مدربي يعني انه قاعد سنين طويله. فده راجل قعد 27 سنه وشاف كل حاجه في مانشستر، هم ما جربوش مدرب مين تاني غير فيركسون. فهو النهارده المشروع اللي هو بيعمله ايه؟ هو لما جاب حتى لويس فان جال وغيره وغير طريقه اللعب وابتدى يجيب لعيبه الدنيا تاهت، وكان مانشستر يونايتد بيجيب صفقات بملايين، يعني بيصرف كل موسم غريبة كان غريبه جدا، ما هي دي النقطه الغريبه، 200 يعني. مليون استرليني مثلا على الصفقات. فالنهارده هو كل فتره المشروع بتاعه نفسه بيتغير، فهو مش قادر يحط ايده على انا النهارده عايز ايه. طب ما انا عندي لعيب، مانشستر يونايتد عنده القايمه مميزه جدا، ولكن كل ما يجيب مدرب مش قادر يدير العمليه دي. فالنهارده وصل ان هو سولشاير قعده ثلاث سنين لمجرد انه اسطوره النادي ولكن المحصله صفر. تعالى بقى نروح لابننا محمد صلاح. وكلام كتير دار في الفتره الاخيره على مساله ان محمد صلاح هيكمل في ليفربول ولا مش هيكمل في ليفربول، هل ممكن يلاقي نفسه في دوري مختلف الفتره الجايه زي الدوري الاسباني او الدوري الايطالي؟ كلام كتير. انت شايف وضع محمد صلاح في ليفربول ووضعه في الدوري الانجليزي عموما حتى هذه اللحظه عامل ازاي؟ يعني محمد صلاح هو ايقونات دلوقتي الدوري الانجليزي، هو وليفربول الاثنين متمسكين ببعض، ولكن هي الخلاف المقابل المادي او الراتب السنوي هيبقى عامل ازاي. محمد صلاح حاليا وصل لمرحله من النضج، ان الناس كانت بتتكلم بيقول لك كان في فيديو لاحد المنظمات اللي هو كان يعني بيتعاون معاها واطفال بيسالوه، فواحد بيساله بيقول له انت هتروح فين بعد ليفربول؟ فقال له والله ما مش عارف، انا قاعد وما فكرتش في الموضوع ده. فهو الناس الصحافه حتى كانت ده بيقول تصريح عفوي او حاجه لا اراديه، لا هو صلاح اكيد قاصد يوصل مسج معين، لانه عارف ان كل كلمه بيقولها باي لغه في العالم هي بتوصل للاداره طبعا. فهو مسج ان انا مش عارف مستقبلي مع ليفربول، انا مبسوط ومكمل ولكن انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. صلاح عايز يوصل اكبر استفاده ممكنه، وارد ان ده يكون التمديد اللي هو كاكستنشن للتعاقد الاخير، اللي هو عقده يخلص في 2023، ممكن لو اتمد ثلاث سنين كمان او اربع سنين كمان يكون ده اخر
تمديد ليه مثلا بشكل كبير مع ليفربول، فهو عايز يوصل لاقصى استفاده ممكنه واعلى راتب ممكن يوصل له، خصوصا ان موجود زي كريستيانو رونالدو هو على سقف الرواتب طبعا في البريمير ليج، لانه بياخد مرتب كبير جدا. كمان في الفريق معاه فان دايك يعتبر حاليا بعد اعتقد التجديد هو اعلى من صلاح، فصلاح طبعا ككونه ايكون لليفربول وواحد من اهم اللعيبه في العالم، وهو يعني هو مؤسسه زيه زي رونالدو وميسي، فلازم عايز الراتب بتاعه يبقى يعني حاجه كبيره زي الناس دي عشان خاطر ان هو يكمل في المسيره بتاعته. رونالدو راتبه هو الاكبر في الدوري الانجليزي اكيد، لكن هو متعكن باللي بياخده ده، لان هو عيني يعني ما شافش خير من ساعه لما جه. يعني مشكله زي طبعا ما بنقول، هي دي المشكله دايما، انت عندك نجوم ولكن هي مشكله اداره النجوم. فريق زي مانشستر يونايتد اكيد مستواه ما ينفعش ان هو لما يلاعب فريق زي واتفورد ايا كان ان هو يخسر 4، ده يبقى السهل بتاعه، ان هو يخسر 5 من ليفربول بسهوله، بعديها يخسر من سيتي، ان هو دايما يبقى الخساره دي حاجه سهله، خصوصا ان كل المنافسين حاليا في انجلترا او الجماهير حتى المنافسه لمانشستر يونايتد تتكلم من خساره اقاله سولشاير، دي خساره بالنسبه لهم لان مش هيلاقوا مانشستر يونايتد في وضع أسوأ من كده. لا صحيح، بس بالنسبه لصلاح يعني يقال ان لو هو جدد فعلا مع ليفربول ده هيكون العقد الاكبر قيمه، بنتكلم في يعني في تاريخ الدوري الانجليزي، ما اعرفش برده الكلام ده سليم ام لا. اعتقد هو ممكن يبقى في تاريخ ليفربول، في تاريخ الدوري الانجليزي يعني ما اعتقدش مين اعلى يعني. أعتقد لسه حاليا لسه كريستيانو اعتقد هو اقل، كريستيانو بياخد 500 الف استرليني في الاسبوع تقريبا، او اقل اعتقد، اقل شويه لان ممكن يكون فيها ضرائب. لا حرام، لا ثاني اعلى، ثاني 500 اصل يعني كريستيانو حياته يعني هو راجل 500 واحنا يدونا ال 10 اي حاجه اي حاجه هنبقى جدا كنا احنا الثلاثه يعني. بقول لك ايه، طب ما تطرح اسماء احنا الثلاثه كمدربين مرتقبين لمانشستر يونايتد. والله ايوه، شوف يا جماعه محتاسين، مفيش غير زيدان لو نمسك مرافقين يعني حتى نفضل قاعدين نمسك السوشيال ميديا عندهم بس. طيب كابتن ايمن، الارقام دي في اوروبا يعني حتى دلوقتي في تقنين، لكن انجلترا هي حاجه استثنائيه يعني، في اسبانيا حتى بيحاولوا يقللوا، عشان كده صلاح نفسه هو حابب يفضل مكمل في ليفربول، لانه عارف انه حتى عشان يروح انديه ثانيه في الوقت الحالي مش هيوصلوا للي هو محتاجه، وليفربول اعتقد هيوصلوا للمرحله وهيتمسكوا بيها. هيبان طبعا الفتره اللي جايه، بس انا وكريم بقى عايزين نروح معاك لبعض المدربين ونعرف كده مستقبلهم، يعني نتكلم هنا احنا جبنا لك تحليل بقى احنا مش سهلين بره، مدربين الراحلين عن الفرق بتاعتهم حتى الان. نتكلم عن كومان رحل خلاص عن برشلونة، واعتقد ده كان برضو خطوه متوقع سليمه او كان متوقع، احنا اتكلمنا مع بعض متوقع هنا برضو. سولشاير ده الى حد ما كان كفى بتميل ان هو متوقع، وكفى تانية بتقول لا كانت لاسباب ماليه، يعني زي ما حضرتك ذكرت الناس كانت مش متوقعه ان هو هيغادر بالسرعه دي علشان لا يتحمل مانشستر يونايتد تكاليف ماليه هو ربما مش قادر عليها دلوقتي. يعني زين الدين زيدان زي ما احنا قلنا المرشح. بنتكلم برضو عن مصير أنشلوتي وريال مدريد، بتتوقع ايه؟ يعني انا اتوقع ان هو هيكمل لاخر الموسم، لغايه اخر الموسم، لان الامور في ريال مدريد هاديه. هو هيحاول ياخد الدوري الاسباني، ممكن لو ما خدش الدوري الاسباني يبقى فيه بديلي، ولكن أنشلوتي دايما يعني اي حد بيتكلم دايما أنشلوتي من المدربين اللي اي رئيس نادي يحب يتعامل مع حصان رؤساء الانديه اللي من نوعيه بيريز، لانه راجل مسالم جدا ما بيزعلش حد، اللعيبه مفيش لعيب نفتكر في التاريخ ان هو طلع قال ان عنده مشكله مع انشيلوتي. فهو موجود، هو انشيلوتي ما بيمشيش الا مع ضغوطات جماهيريه رهيبه واوضاع استثنائيه كده اللي هي تخليه لازم يمشي من المكان اللي هو فيه، لكن غير كده انا ما اعتقدش ان ريال مدريد حتى في وضعه الحالي ماديا ان هو يمشي انشيلوتي وهيكمل. انشيلوتي ما بيمشيش، لا هو راجل مسالم جدا يعني، ما في يعني زي ما بقول لك اللي هو ايه، مفيش قوه بتحركه من المكان، هو ما بيمشيش الا لما الناس انت مش عايزيني خلاص، لكن هو نفسه هو راجل بيشتغل وهادي، الناس نفسها بقول لك اللعيبه يعني مفيش لعيب كبير اشتكى من انشيلوتي، مفيش رئيس نادي اشتكى من انشيلوتي، راجل تعامل مع برلسكوني وجالياني وبيريز وراح باريس سان جيرمان وبايرن، حياته لطيفه وراح تشيلسي، يعني هو الامور عنده لطيفة. يعني هو ضرب في كل حته، وهتلاقي دايما برضه عدد بطولات الدوري بتاعته قليله مش كتيره، لان هو تخصص تشامبيونز ليج اللي هي الحاجات المجمعه السريعه دي، هو بيعرف ازاي يديرها بشكل كويس، ولكن في الدوريات دايما بيتقال ان هو النفس الطويل ده مش يعني، في الدوري الايطالي قعد سنين طويله في الدوري الايطالي، خد
دوري واحد مع ميلان، فده كانت دايما دي نقطه سلبيه بتتقال في تاريخه، ولكن هو من المدربين اللي الناس كلها بتحبهم يعني. تعال بقى نروح لمنتخبنا. وهل يا ترى الفتره اللي جايه، احنا بنتكلم في حوالي 4 شهور بتفصلنا ما بين، يعني بتفصل ما بيننا وبين الامم افريقيا اللي في يناير والمباراه الفاصله في مارس، هل ال4 شهور دول هيكونوا فتره كافيه لكيروش لتدعيم فريقه، لالقاء يعني ايه نظرات كده على المباريات المختلفه اللي ممكن من خلالها ياخد لعيبه ما كانش واخدهم في الحسبان الفتره اللي فاتت؟ هي فتره كافيه جدا طبعا لاي مدرب في منتخب. الدوري يعني شغال، كمان هو عنده دلوقتي فرصه بنتكلم فيها اللي هي بطوله العرب، ان هو هيقدر يشوف على الاقل 50% من قوام المنتخب الرئيسي موجود معاه، بجانب اللعيبه اللي هو ضمهم صغار السن او لاعبين شباب، عشان لو احتاج حد منهم في المرحله اللي جايه هو اللي هيغيب عنه الخمس محترفين اللي هم او الست محترفين اللي الاسامي يعني ما بتخرجش منهم، سواء مصطفى محمد، مرموش، صلاح، النني. بس في عوده تريزيجيه ومرموش خلاص بنتكلم يعني تريزيجيه، بس اعتقد تريزيجيه يعني محتاج ان اللي هو ايه يعني في الفتره دي ان هو يلعب عدد ماتشات كبير، او عشان حتى نقدر نبقى مطمنين عليه لان اصابته كانت صعبه. فكيروش هي الوقت نفسه، لا الوقت متاح، لكن هي النهارده هل الورق نفسه هيبقى لما نوصل لشهر مارس اللعيبه هتبقى كلها جاهزه في كامل جاهزيتها؟ التصنيف الثاني خلاص احنا مصر اكيد بنسبه 100% في التصنيف الثاني، صعب جدا التصنيف يتغير، فبالتالي انت عندك الجزائر، عندك نيجيريا، السنغال، الجزائر متالقه جدا بصراحة. طبعا يمكن في اخر الماتشات يعني اخر ماتش لو شفنا ماتش الجزائر وبوركينا، الجزائر نفسها لما بتوصل لمرحله كانت قلقانه، فكان بوركينا اصلا تقدر تخطف المباراه. نيجيريا ما هياش المنتخب المرعب اللي الناس برضو يعني او اللي كانت عليه قبل اللي كانت عليه زمان طبعا. فهو القصه كلها في الجزائر، عشان قصه شمال افريقيا ان هم كمنتخب اسماء ثقيله جدا، ممكن لما يوصلوا لمرحله زي المرحله الحاسمه الفريق يتحول. تونس لان منتخب الحظ دايما بيبقى مبتسم ليه بشكل كبير، وهم برضو منتخب جيد. المغرب برضو عندها اسماء جيده، فالموضوع هيبقى صعب، ولكن الماتشين دول بيعتمدوا ان انت ازاي تقدر تخطف المباريات دي. فهل كيروش بقى عنده دلوقتي كاس العرب، هو هيشوف فيه مجموعه اللعيبه اللي احنا بنقول المحليين اللي هم موجودين هنا في الدوري، تقريبا 50% من قوام المنتخب موجود معاه، هو هيبتدي يجهزه. عنده كمان اسبوعين، وعنده بعد كده هيبقى كاس الامم، يعني في اسبوعين استعداد لكاس الامم، وطول كاس الامم هيبقى معاه القوام الرئيسي. فكل دي المفروض ان هي تبقى فرصه بالنسبه له ان هو يوصل شهر مارس يكون بنسبه 100% حاطط ايده على المجموعه اللي هتلعب المرحله الحاسمه دي. وانا مش شايف ان الموضوع صعب للدرجه اللي ممكن البعض يصور ان هي مستحيله، لان برضو احنا ده منتخب مصر، يعني ان لو هنحط منتخب مصر ان هو في فرصه مستحيله للتاهل لكاس العالم، اعتقد دي تبقى مشكله كبيره جدا احنا بنعاني منها. التصنيف بيحصل لها بوادر وارهاصات لغايه دلوقتي، حلوه ارهاصات جامده جدا، وخدت الحلقه في حته ثانيه تنفع مع كونتيني الف استرميني بتاع انا مش عارف، انا مش مصدق لو قلتها ازاي لا يعني هي البوادر، ما اقدرش اقول ان البوادر مش وحشه يعني برضو طول ما انت بتكسب الامور بتبقى هاديه. هو الراجل خلاص تأهل للمرحلة النهائية، الناس كانت مستنية أداء، طب الأداء مش أفضل حاجة، الأداء ده من المفترض إن هو يحط إيده على جزء منه في كأس العرب، ويبقى يعني كأس الأمم المفروض أداء المنتخب يبقى يعني سليم بنسبة 90% أو 80%، لأن ده دي بطولة المنتخب من 2010 نتكلم في 10 سنين أو 11 سنة بعيد عن إن احنا نتوج بيها، حتى لما تأهلنا نهائي مع كوبر ما حالفناش التوفيق، ولازم نمسح الصوره الكارثيه اللي كنا عليها في 2019 هنا في مصر، فلازم يبقى في اداء في كاس الامم، وده هيبقى مؤشر مش اكيد للي هيحصل في كاس العالم، لان برضو زي ما نقول انت لما توصل لمارس الله اعلم مين جاهز مين مش جاهز، الله اعلم المنافسين نفسهم مين هيبقى جاهز ومين مش جاهز. القرعه نفسها هنشوفها في ديسمبر هتبقى عامله ازاي، فكل دي حساباتها تغير، ولكن المنتخب عنده فرصه 50% انه يبقى في كاس العالم. اي حد شايف ان المنتخب اقل من 50% يبقى دي كارثه، لان كده هنبقى احنا يعني وضعنا صعب جدا يعني يعني ربنا يستر. بس هنتكلم في النقطه دي لما نرجع، هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم.
اهلا بحضراتكم عوده مره ثانيه للجزء الاخير بقى من حلقتنا النهارده، وضيفنا اللي منورنا الاستاذ ايمن جلبرتو، ومجموعه اسئله بقى من النوع السريع عشان احنا ما عندناش اكتر من اربع دقائق، فاسئلتنا من الصمت على السريع على طول بقى. يلا اتكلي على الله. نقطه البدايه عندك. طيب احنا كنا بنتناقش في الفاصل وطرحنا عليك سؤال كده وعايزين اجابته على الهوا بقى، والسؤال ده سألناه قبل كده برضو. احنا بنفترض يعني من هو كان الافضل ان لم يكن نتكلم عن انا نسيت الاسم كيروش. الله العظيم طبعا ما كانش كيروش ان هو يدرب منتخب مصر، لا بس حتى لو اسم محلي احنا عايزين نعرف منك. هو للامانه كيروش هو يعني كان مفاجاه بالنسبه لنا، كان مفاجاه من ناحيه لان كان اسم كاسم مدرب، كان اسم مدرب هو كبير طبعًا. يعني كيروش مدرب منتخبات كتير وليه خبرات، لا يعني مع ايران كمان هو عامل تاريخ كبير ووصل كاس عالم اكتر من مره، ومع كولومبيا، فالواحد ما كانش متوقع ان الاسم يبقى بهذا الشكل، خصوصا ان كان التوجه ما بعد اجيري مدربين المصريين، فكان مين دايما الاسامي المطروحه؟ كابتن ايهاب جلال، كابتن حسام حسن، وطبعا كابتن حسام البدري في البدايه وخد الفرصه ولم تكتمل، فهي كان الاسمين اللي دايما الخناقه ما بينهم مين؟ كابتن ايهاب جلال وكابتن حسام حسن، فلما طلعوا لنا بكارلوس كيروش فاعتقد ده كان مفاجاه، وهي مفاجاه ساره. ساره يعني انت شايف ان هي كانت افضل من ان احنا لو روحنا لمدرب تاني محلي بعد كابتن حسام؟ لا هي كانت افضل لان المدربين المحليين حاليا حتى الاسماء اللي بتطرح يعني ما فيش مدرب حقق اصلا على المستوى الشخصي انجازات كبيره يعني تخليه ان هو مرشح قوي للمنتخب. هو بنعتمد على ايه؟ يعني كابتن حسام حسن بنعتمد على تاريخه كلاعب دولي، وانه راجل بقاله اكتر من عدد سنين طويله في مجال التدريب. كابتن ايهاب جلال راجل يعني مع مصر مقصه وحقق انجاز، لكن على مستوى لما راح الزمالك ما كانش فيه انجاز، او مع المصري الى حد ما كبار طبعا ما فيش طبعا لا كاسامي كتدريبيه انا ما بختلفش على اسامي كتدريب، ولكن بقول ان لما هنحط مين مدرب منتخب مصر كسي في يعني. ما فيش تجارب بالنسبه لهم، يمكن حتى كابتن حسام حسن يتفوق على كابتن ايهاب جلال في فكره انه درب المنتخب الاردني في فتره وكان ليه تجربه الى حد طيب ما. طيب هل من الثلاثه المحليين يعني كابتن جلال او حسام حسن او حسام البدري كان الافضل في البدايه انه ياخد فرصه كابتن حسام البدري، وهل بترى ان هو فعلا اخذ الفرصه كامله، ولا احنا الى حد ما البعض مننا تسرع في الضغط علشان يتم اتخاذ يعني اجراء باقل؟ هو طبعا كسيره ذاتيه هو كابتن حسام البدري يعتبر الافضل لانه راجل مع النادي الاهلي عمل تاريخ ودرب فريق الاكبر في مصر وافريقيا، وبالتالي راجل تعامل مع النجوم وكيفيه اداره النجوم. مشكلة كابتن حسام البدري ان هو جماهيريا عنده ازمة بسبب بعض المشاكل اللي كانت تخص فترات معينة في وجوده في النادي الاهلي والفترة اللي كان مدرب فيها المنتخب الاولمبي، وبالتالي الهجوم عليه بيبقى او ان هو لما يعني لو حصل خطأ بيبقى سهل جدا لما بتنتقده محدش هيقف فعلا، لان كيروش برضو مؤخرا يمكن كانت البدايه جيده لكن بعد كده ما كانش جاي، هنختلف بس الهجوم ما كانش ده اللي انا اقصده، حتى الهجوم ما كانش زي في اللي هو ايه، في ناس بتهاجم وفي ناس بتدافع ففي توازن فالامور خلاص بتعدي، ولكن مع كابتن حسام البدري هو في هجوم ولكن كان بنسبه اكبر الى حد كبير، وكابتن حسام البدري كان بيدي يعني هو كان بايده برضو بيسلم الاخطاء دي للناس. نتعج النهارده شرط القياده كابتن مستر كيروش، او لما جه قال ايه محمد صلاح هو كابتن المنتخب، خلص قرارات هنتفق بقى على ان هي اقدميه ولا بالنجوميه، لا اصل لما كابتن احمد فتحي لبس الشاره ما كانش ينفع يديها، نتفق او نختلف دي احنا مع بعض، لكن هو كان حاسم القرار. كابتن حسام بدري قعد شهور مش حاسم القرار، فعشان كده هي دي كانت الامور يعني. طيب احنا للاسف وقتنا انتهى بالفعل، يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتنا واسعدتنا كالعاده، وان شاء الله تشوفك على خير باذن الله. انا مبسوط جدا ان انا معاك ودايما بالتوفيق للنادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. اشكرك دايما باذن الله. النهارده تبقى مباراه قويه ونيجي بكره ونقول صباح النصر زي ما احنا متعودين، وزي ما الاهلي اكيد معودنا. نشوفكم بكره ان شاء الله وعشاء صبح في الاهلي.